بقوم بمهارات الصغيرة. هل طلبت مقابلتي لتختبريني؟ الإمبراطورية الكريستالية تعادل. تريدين مساعدتي في حماية إمبراطورية كاملة؟ في النهاية إنه أنت وأنت فقط. وماذا لو فشلت؟ لنقل إن الإمبراطورية ليست الشيء الوحيد الذي عاد. هيا هيا، يا له من تألق. لأن كيدنس وضعت كل قواها ليستمر عمل وصفتها وانشغال برصد علامات الاضطراب في القارة المتجمدة، لم نستطع جمع معلومات كافية من المهار الكريستالية. مهار كريستالية؟ كنت أريد المساعدة، لكنني لا أذكر أي شيء قبل أن يتولى الملك سومبرا الحكم. تاريخ الإمبراطورية الكريستالية، آخر صفحة تقول إن القلب الكريستال هو قطعة المعراض الرئيسية، فاستخدمت سحري لنحت واحدة من كتلة الكريستال. الغرض الأساسي من معرض الكريستال هو رفع أرواح المهار الكريستالية، فيمد النور القلب الكريستال بالطاقة ليحمل إمبراطورية. أظن أن لدينا مشكلة. لم أعرف أنه حجر أثري. لا بأس يا تويلايت،